رح نشرح اليوم اللي هو موضوع عن الكحول، وبالعربي هي الكحوليات. طبعا تندرج من ضمن الأدوية اللي هم المثبطة لعمل الجهاز العصبي المركزي CNS depressants. بهذا التشابتر رح نحكي عن مركبين، الأول هو الإيثانول والثاني هو الميثانول. إذا رح نذكر بس دوايين، إيثانول وميثانول. طيب هدول المركبين فعليا هم بيتميزوا بوجود مجموعة الهيدروكسيل اللي هم OH group، هي اللي بتعطيهم هاي الخصائص اللي رح نحكي عنها. إيثانول معناها 2C، إذا بتتذكروا ميث إيث من عدد الكربونات. إيثانول معناها 2 كربون CH3 CH2، بعدين في المجموعة الوظيفية اللي حكينا عنها اللي هي الهيدروكسيل OH. هنحكي الإيفكت بتاع هاي المجموعة من المركبات أو الأدوية. بشكل عام الكحوليات هي يعني احنا بنعرفها متعرف عليها باسم المشروبات الكحولية، وكلنا بنعرف انه اي شخص بيشرب من هاي الادوية بصير عنده تأثير غريب، او احنا بنحكي عنه بالمصطلح العام سكران. الشخص هذا سكران. ايش معنى سكران؟ ايش معناها؟ انه فعليا في تثبيط للجهاز العصبي المركزي، الدماغ مش شغال، زي كأنه طافي، في شغلات فيه مش عم تشتغل وتعمل تفسير للحياة بشكل منطقي. إذا CNS depressants مثبط للدماغ. impaired judgment يعني قراراته بتكون إيش مالها impaired، فيها خلل. معروف طبعا السكران بيكونش داري عن حاله إيش قاعد بيعمل، وممكن حتى بعد ما يصحى من الفترة هاي اللي بيكون هو شارب فيها بتلاقيه ناسي هو شو عمل، مش متذكر ايش صار معه. فبالتالي برضو هاي المركبات بتعمل افكت الميموري، بتأثر على الذاكرة and emotion اللي هي المشاعر. ممكن تلاقيه ممكن يزعل زيادة عن اللزوم، ممكن تلاقيه بيضحك بدون سبب، فبالتالي بتعمل هاي التأثيرات اللي ذكرناها بالبند A. زائد بيحكي لنا انه بصير في عنا اشي اسمه body react. البادي رياكت هاي يعني الجسم بتفاعل مع ايش؟ with excitement المواد المحفزة للجسم، sedation المواد اللي بتسبب هدوء او مهدئة، and anesthesia المواد اللي هي البنج، المواد اللي بيستخدموها في العمليات او كبنج للجسم. طيب بحكي لنا انه الجسم لأنه فيه كحول رح يتفاعل بطريقة غير مع تأثيرات الأدوية اللي ممكن تسبب واحدة من هدول الثلاثة اللي حكينا عنهم، اللي هي عبارة عن إيش؟ الـ excitement والـ sedation والـ anesthesia. نيجي لـ C، بحكي لنا هون إنه في بيصير عندنا إشي اسمه peripheral vasodilation. معنى كلمة vasodilation توسع بالأوعية الدموية، ولكن اللي وين موجودة؟ اللي موجودة طرفيا أو بالأطراف، peripheral vasodilation. زائد إنه بصير flushing، معنى كلمة flushing زي إحمرار بالوجه، زي لما الواحد يعصب كيف بصير وجهه أحمر. تمام. and sweating معروف إنه هي sweating اللي هي التعرق. euphoria، الأيوفوريا اللي هي شعوره بالنشوة أو شعوره بالزهزهة. vasoconstriction معناها ايش؟ انقباض الأوعية الدموية. ولكن ما بدنا نخربط، لما احنا بنحكي عن الأوعية اللي البريفرال الطرفية هاي بيحصل فيها الدايليتيشن توسع، اما الانقباض او التضيق تاع الأوعية الدموية بتحصل لمين؟ بحط دائرة لكلمة الكورونري ارتريز اللي هي الشريانات المغذية للقلب. arrhythmiasis اكيد طبعا تعمل نوع من عدم انتظام ضربات القلب، و tolerance تعود، و physical dependence زي إدمان أو تعلق physical يعني جسدي، زائد نفسي طبعا إحنا بنعرف. طيب نيجي لـ uses of ethanol. معنى كلمة uses إنه شو استخدامات الإيثانول، وحكيت لكم إنه الإيثانول هو فعليا المتعارف عليه مصطلح السبيرتو. احنا لما نروح على الصيدلية ونطلب سبيرتو، فعليا المركب اللي موجود داخل هاي العلبة اسمه ايثانول. فبالتالي استخدامه الاول انتيسبتيك، معقم او مطهر.
كوسولفنت معناها مذيب مساعد. هلا مرات في بعض الأدوية أو بعض التحضيرات الصيدلانية بتكون المادة الفعالة ذوبانها بالماء يعني مش ممتاز أو يعني قليل نسبيا، فشو بيروحوا بيعملوا؟ بيخلطوا مع الماء شوية كحول عشان الجزء هذا اللي فيه كربونات يساعد على تذويب الجزء الكربوني اللي موجود بالمادة الدوائية. فشو بصير بذوبان المادة؟ بصير أفضل، عشان هيك بسموه مذيب مساعد ويستخدم في بعض التحضيرات الصيدلانية. سي بريزرفاتيف معناها مادة حافظة، ممكن يحطوها بالتحضيرة كمادة حافظة. الريتيشن روبيفيشنت ممكن تسبب بعض التهيج أو اللي هو الإحمرار. كولينج إفكت بتعطي تأثير بالبرودة، يعني حتى لما تحط الهايجين على إيدك بتحس في برودة صارت باليد. دراج انتر اكشن هي بند جدا مهم، وهون نقطة مهم ننتبه للدراج انتر اكشن، التفاعلات الدوائية. هلا اي واحد بيشرب كحول بدنا نعرف انه عمليات الايض بجسمه راح تصير مالها مختلفة عن جسم الانسان الطبيعي اللي ما بيشرب كحول. عشان هيك احنا بنعرف اي واحد بيشرب كحول بعد فترة من الزمن جسمه راح ينهار او راح يتعرض لامراض كتير. راح نشوف شو السبب. بالبند ايه هون حكي لنا انه اذا المريض هاد او الشخص هاد انعطى دواء مهدئ او منوم وهو بيشرب كحول، فراح يصير التأثير المثبط على الدماغ ماله اعلى. ليش؟ لانه الاثنين بيشتغلوا نفس الشغل، الاثنين ديبرسنتس، فبالتالي بدل ما تكون يعني نسبة خفيفة للتثبيط بصير نسبة أعلى، لأنه دوين عم يعملوا تثبيط مش واحد. نقرأها increase effect حيزيد مفعول CNS depressants اللي هو تثبيط الدماغ، وبين قوسين حكي لنا sedative and hypnotics يعني إذا نعطى بالذات مع الأدوية المهدئة أو المنومة. ب سبرس ميتابوليزم، هون على كلمة سبرس حطوا لي دائرة، ومعناها يقلل أو يمنع عملية الأيض. الميتابوليزم اللي هي عملية تحطم وتكسر أو تخلص الجسم من الأدوية. لمين؟ لدويين بحط عليهم مربعين، هذا الفينوباربيتال والورفارين. طيب نتذكر هدول الأدوية مين هم عشان نربط إيش علاقتهم مع الكحول. الفينوباربيتال هو دواء مر علينا اسمه بشابتر السيداتيف هيبنوتكس دراجز، الأدوية المهدئة أو المنومة، وحكينا هو من عائلة الباربيتوريتس اللي بطلنا نستخدمها واستبدلناها بعائلة البنزودايازيبينز لأنها مور سيف، صح؟ طيب إذا هو مهدئ أو منوم المفروض مفعوله يكون متوسط من 4 إلى 6 ساعات. طيب إذا الشخص هذا المفروض ينام أو الدماغ يتثبط عنده يحصل له ديبريشن من 4 إلى 6 ساعات، وبعدها يرجع لوضعه الطبيعي. هو ما أخذ معاه جرعة كحول، شو راح يصير بالديبريشن؟ راح يتآزر الكحول والدواء مع بعض، فبالتالي حيزيد الديبريشن للCNS، فبالتالي بدل ما يصحصح بعد 6 ساعات راح يصحصح ممكن بعد 10 ساعات أو 12 ساعة، راح تزيد هاي المدة. ليه؟ شو السبب؟ لأنه الأصل الفينوباربيتال بعد خلينا نقول 4 ساعات تكون الأنزيمات المسؤولة عن تحطيمه بلشت تحطمه والجسم بلش يتخلص منه، ولكن بسبب وجود مادة الكحول بدم هذا الشخص، مادة الكحول إجت حبست ومنعت أنزيمات الميتابوليزم إنها تكسر وتحطم الفينوباربيتال. شو صار بالفينوباربيتال؟ ضلوا موجود بالدم، فبالتالي شو صار بمدة فعاليته؟ صارت أطول، عشان هيك بدل ما ينام ويصحى بعد 6 ساعات صار يضل نايم لعشر ساعات أو 12 ساعة. طيب إيش حكاية الورفارين؟ الورفارين هو دواء بينعطى للناس اللي مثلا صار عندهم تجلط، فبيعمل على بيعمل كمميع للدم عشان يمنع الجلطات أو يخفف الجلطات عن هدول الأشخاص. إذا الشخص شارب معاه كحول، الكحول راح يمنع الأنزيم إنه يحطم الورفارين. شو صار بتركيز الورفارين؟ صار زيادة علي، فبالتالي حيتميع الدم بزيادة.
هذا الحكي رح يدخل المريض بخطر إيش؟ النزيف. وضحت؟ عشان هيك بنكون منتبهين إذا الشخص اللي بياخد منومات أو مهدئات أو غورفرين الجرعة تاعته بدها تعديل. أوكي؟ نيجي للسي، وبرضه هون بدنا نركز يا جماعة إنه الكحول ممكن تعمل سبرس، حطينا عليها دائرة قلنا منع أو تقليل لعمليات الأيض. لمين؟ حددنا اثنين، الفينوباربيتال والورفرين. وممكن تعمل العكس، ممكن تعمل إنكريس، بحط دائرة على كلمة إنكريس. إنكريس لمين؟ للميتابوليزم أوف دراجز، يعني لأيض الأدوية الثانية. يعني الدواء مفروض يتحطم مثلا بعد 6 ساعات، بعد 10 ساعات، خلينا نحكي بعد 10 ساعات. طيب الكحول عمل تحفيز للميتابوليزم، نشط الميتابوليزم زيادة، صار يتحطم الدواء أسرع، فبالتالي بدل ما يعمل تأثير ل10 ساعات صار يعمل التأثير لكم؟ ل5 ساعات مثلا. عشان هيك غالبا الناس اللي بتشرب كحول قبل ما يعطوها أي دواء لازم المريض يخبر هاي المعلومة، عشان غالبا بصير في إشي اسمه تعديل لجرعات المرضى هدول. ليه؟ لأنه عمليات الأيض داخل جسمهم زي ما حكيت لكم بتكون مختلفة عن عمليات الأيض داخل جسم الإنسان الطبيعي اللي ما بيشرب كحول. طيب نيجي هلا نحكي على إشي اسمه acute toxicity or poisoning. طيب هون بدي أحط خط على كلمة acute وأكتب جنبها الحاد. إيش يعني الحاد؟ يعني هو شخص مش متعود يشرب دائما، ولكن شرب مرة وشرب كمية كبيرة كتير كتير، فبالتالي زي كأنه أخذ إيش؟ overdose، أخذ جرعة زيادة من مادة الكحول. فنيجي لتعريف المصطلح هذا اللي هو acute alcohol poisoning، يعني التسمم بالكحول الحاد. It's a related medical term، هو عبارة عن مصطلح طبي used to indicate، عشان نأشر على أو دلالة على dangerously، وبحط خطين تحت كلمة high concentration of alcohol، بيكون تركيز الكحول بالدم عالي جدا جدا، هيو in the blood، واسمه overdose. طيب ليش أنا قلت لكم حطوا خط هون واكتبوا حاد؟ لأنه في بعض الناس ما بتشرب كحول، هي أصلا ما بتشرب كحول، لكن بيجي مثلا شاب بيجي جعباله يشرب اليوم بس، وبشرب كمية كبيرة. هاد بسموه أكيوت لأنه حاد، لأنه شغلة حادة صارت معاه بس الآن وفجأة، مرة واحدة وفجأة. على عكس الناس أو المصطلح المقابل لكلمة أكيوت الكرونيك، ومعنى كلمة كرونيك الإشي المزمن، يعني الإشي اللي الشخص عم يشرب لفترات طويلة، يعني مثلا عم يشرب لأشهر أو لسنوات، هذا بسميه إيش؟ كرونيك. أوكي؟ رح نشوف الفرق كمان شوي. طيب نيجي هسا نحكي إيش هم السيمبتومز أو الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص اللي شارب كحول بتركيز عالي، أوكي؟ أو بكمية عالية داخل الجسم. Symptoms of alcohol poisoning. أول شيء معروف، أو يعني أي شخص بيقدر لما يشوف إنسان عنده حالة من التصرفات هيك اللي فيها نوع من الارتباك، أوكي؟ أو بتشوفه عم بيعمل unpredictable behavior، يعني سلوكيات غريبة عجيبة ما إلها تفسير، ما بتقدر أنت تتنبأ فيها. and stupor، ممكن هيك يغيب، يصير عنده حالة من الإغماء، مش الغيبوبة، لا، يعني بتحسه هيك بطفي فجأة، هيك بطفي. هدول كلياتهم معروف، انت يعني مجرد انت اي شخص عادي بيشوف شخص عم بيتصرف بطريقة غير طبيعية انت بتقول هذا ما له اشي. اوكي؟ vomiting اللي هو القيء، slowed or irregular breathing، ممكن يكون التنفس عنده بطيء او غير منتظم. كمان لون بشرته يا جماعة وماء وحرارتها بيكون عنده cold، يعني بيكون بارد الى حد ما، شاحب او مزرق اللون، يعني جلده بشرته بتطلع فيه بتحسه لونه شاحب او لونه حتى على زراق. كمان من الكومن سيمبتومز، يعني من الاثار اللي معروفه،
أو الأعراض المعروفة slurred speech. خلينا نقول إحنا مثلا في بعض الأحيان تيجي دورية الشرطة بتوقف أحد السائقين اللي بالسيارات عشان بيشكوا إنهم عم بيسوقوا وهم شاربين. مجرد ما يحكوا معهم، مجرد ما يعملوا لهم كم فحص بسيطين، بيعرفوا إنه فعليا هذا الشخص تحت تأثير الكحول. كيف؟ أول شيء إشي اسمه slurred speech، معناها إنه لما يجي يحكي معاه الشخص هذا، لما ببلش يحكي بيكون بتأتأ أو بيكون بتلعثم بالحكي، ما عارف يحكي بطريقة طبيعية. أيوفوريا معناها النشوة أو الزهزهة، بيحسوا إنه مبسوط بدون سبب، يعني مبسوط زيادة عن اللزوم. impaired balance و loss of muscle coordination الأتاكسيا، يعني كيف هذا مثلا بفحصه؟ بيجوا بيرسموا له خط على الأرض وبقولوا له امشي على الخط المستقيم، بتلاقي هذا الشخص مش قادر يمشي على هذا الخط بشكل مستقيم لأنه عنده التوازن فيه خلل. الـ impaired balance التوازن عنده بيختل، زائد loss of muscle coordination تنسيق حركته وتنسيق عضلاته الهيكلية الإرادية بيكون فيها خلل، مش قادر يتحكم بجسمه. وهذا بحط دائرة على كلمة الأتاكسيا، معناها الترنح، يعني هو بتلاقيه بترنح بميل يمين هيك وبرد بميل شمال. flushed face وجهه بصير أحمر. dehydration جفاف. redness eyes عيونه بيكون حمرة. erratic behavior بتلاقيه تصرفاته غريبة أو تصرفاته مش طبيعية. طيب في حال هذا الشخص كان ماخذ هاي ليفلز، يعني كتير 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 شارب من الكحول، ايش رح يصير؟ will cause، وبحط خط تحت كلمة كوما، ممكن يدخل في حالة من الغيبوبة and death، ممكن يموت. ايش السبب؟ نقرأ مع بعض. from the depressive effects of alcohol upon the central nervous، بسبب التأثير المثبط تاع الكحول على الجهاز العصبي المركزي. كان هاي انف، يعني كان قوي جدا بحيث انه حفز حالة الغيبوبة، او بحط خطين الريسبيراتوري ديبريشن. ايش معنى الريسبيراتوري ديبريشن؟ اللي هو توقف التنفس او اللي هو هبوط التنفس، واحنا بنعرف انه اي واحد بوقف عنده النفس معناته ايش؟ خلص راح يموت او مات. فبالتالي it is considered a medical emergency، بتكون حالة طارئة لازم يسعفوه ولازم يحلوا الموضوع، لأنه هو بحالة اسمها alcohol intoxication، يعني ماخذ جرعة عالية ومتسمم بسبب إيش؟ الكحول. زائد إنه من الأعراض اللي بتظهر عليه اللي هو الالكوهوليك بريث، يعني مجرد من نفسه، من ريحة نفسه بتعرف إنه هذا الشخص شارب. cerebral edema، يصير في تجمع سوائل بالدماغ. طيب نيجي للمانجمنت، ومعنى كلمة مانجمنت اللي هي السيطرة أو العلاج لهاي الحالة. يلا نقرأ مع بعض. acute alcohol poisoning يعني تسمم الكحول الحاد is a medical emergency، بتكون حالة طارئة. due to، ليش طوارئ بعتبرها؟ لأنه حكينا هو معرض لخطر الوفاة بسبب توقف التنفس عنده، هيها حطوا خط the risk of death خطورة الموت from respiratory depression من توقف النفس عنده and or inhalation of vomit if emesis occurs while the patient is unconscious and unresponsive. هون ايش اللي بصير يا جماعة؟ الشخص هذا حكينا من الأعراض اللي قبل شوي حكينا عنها اللي هي الفوميتينج، إنه بصير يتقيأ. طيب هذا الشخص إذا بلش يتقيأ أو يستفرغ وهو unconscious يعني غير واعي مغيب، و unresponsive يعني ما في استجابة، ما رح يقدر يعني ياخذ الوضعية اللي هي تسمح بخروج هذا القيء من الفم، شو رح يصير؟ ممكن هذا الاستفراغ يرتد على القصبة الهوائية أو يرتد على المجرى التنفسي ويختنق فيه. وضحت؟ يعني يا إما هو بصير عنده هبوط بالتنفس ووقف، أو ممكن يكون عم يستفرغ وهذا الإشي عم بيعمل
انسداد للمجاري التنفسية بالذات إذا كان هو إيش unconscious and unresponsible. أوكي هسا بحكي لنا إنه كيف بيعالجوه بالطوارئ أو شو هم الإجراءات اللي بيعملوها بالطوارئ. Emergency treatment for acute alcohol poisoning strives to شو بيكونوا بدهم يعملوا؟ أول شيء إحنا قلنا النفس صح؟ فبالتالي بدهم يخلوا وضع المريض مستقر stabilize the patient يخلي وضع المريض مستقر بإنه إيش يحافظوا على شو؟ maintain a patent airway المجاري التنفسية تكون كويسة and respiration والتنفس شغال يعني بالعربي بدهم يشغلوا النفس عنده بدهم يضلوا يراقبوه ويشوفوا إنه تنفسه طبيعي الرئة ما وقفتش عنده وما عم يستفرقه هو unconscious ويصير في عنده انسداد while waiting for the alcohol to metabolize. طبعا هم أول إشي بيسيطر على موضوع حفظ التنفس للمريض وطبعا هلأ بدنا نعمل إيش نتخلص من الكحول اللي بالجسم عن طريق الميتابوليزم. الجسم لازم يقيط حاله الجسم لازم يعمل عملية تحطيم وتكسير للكحول اللي موجود بالدم. أوكي طيب نيجي نمسك هسه واحدة واحدة شو الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص كمان أو مش الأعراض شو الكومبليكيشنز أو التعقيدات اللي بيدخل فيها المريض هذا اللي أخذ جرعة عالية جدا من الكحول. أول إشي تريت هايبوغلايسيميا يعني إحنا اشتغلنا على النفس ونفسه تمام شو بدي أسوي هلأ؟ بدي أشوف موضوع السكري عنده تريت هايبوغلايسيميا معنى كلمة هايبو انخفاض غلايسيميا السكر إذا لو بلد شوغر بدي أعالج انخفاض السكر بالدم إذا بالعربي إنه الواحد لما يشرب كحول زيادة بينزل عنده السكري فشو بدي أعطي المريض؟ بدي أعطيه محلول سكري with 15 ml 50 ml رح أعطيه 50 ml of 50% dextrose أو اللي هو الجلوكوز solution يعني محلول سكري and saline flush وبرضه محلول ملحي as ethanol. هسه بقول لك السبب ليش هو صار عنده انخفاض بالسكر as ethanol induced hypoglycemia is unresponsive to glucagone لأنه حتى لو بدي أعطيه أنا glucagone ما رح يستجيب الجسم لهذا المركب أوكي unresponsive يعني ما رح يستجيب للي اسمه glucagone فأنا بعوض عن الglucagone بإني معطيه محلول سكري عشان يتم امتصاص السكر مباشرة كمان عشان الجسم يتخلص من أي دواء إحنا قلنا كل الأدوية غالبا الجسم بيتخلص منها عن طريق البول فأنا بدي هذا الشخص يبلش يطلع من جسمه الكحول إذا administer the diuretic حطوا خط تحت كلمة diuretic ومعناها مدر بولي as mannitol IV fluid حيعطوه osmotic diuretic يعني مدر بولي من اللي هو بيشتغل بآلية الأوزموسيس شرحناهم أخذناهم بفارما 1 ورح يعطوه IV fluid يعني مع سوائل بالوريد apply hemodialysis اللي هو الغسيل الكلى if the blood concentration is dangerously high طبعا هم بيكونوا سحبوا عينة الدم من المريض وشافوا التركيز اذا التركيز كتير كتير عالي اكتر من 400 عم بيحدد لي هون اكتر من 400 لازم يدخلوه يعملوا له غسيل كلى اوكي عشان الجرعة الكبيرة هاي من الكحول ممكن تدخل الجسم بحالة اسمها حط عليها مربع هون metabolic acidosis إحنا بنعرف إنه دمنا 7.4 يعني متعادل شوية مائل إلى القاعدية أي شيء بيخل بنظام جسمنا بيحوله لحامض زيادة أو قاعدة زيادة هاي حالة مرضية فهون بقولنا إنه إذا هو شارب كمية كبيرة من الكحول رح يصير في عنده إشي اسمه ميتابوليك أسيدوسيس والأسيدوسيس معناته إنه صار الجسم حامضي أوكي؟ وهذا طبعا خطير على الجسم ممكن تسبب الموت وضحت نرجع نرتب الأفكار اللي ذكرناها هون بآخر مقطع إنه أول شيء بنعمله مع المريض اللي عنده acute toxicity للكحول إنه أول شيء أعمل له stabilization تكون حالته مستقرة والrespiration عنده تمام التنفس عنده تمام بعطيه محلول سكري وملحي أوكي
عشان هو ما رح يكون مستجيب لمادة الجلوكاجون، هعطيه مدر رقم 3، هعطيه مدر اللي هو المانيتول اي في فلويد. وإذا احتاج وكان التركيز أكثر من 400 رح أعمل له إيش؟ غسيل كلى. أوكي طيب نكمل. وين الصفحة ضيعتها؟ لحظة بس معلش. اوكي هلا احنا صفحة 46. بنكمل. Provide oxygen therapy as needed، يعني اذا احتاج هذا الشخص، طبعا تعرفوا بكونوا موصلينه باجهزة وبقيسوا نسبة الاكسجين بالدم، اذا كان هذا الشخص نسبة الاكسجين نازلة بدنا نزوده بايش؟ بالاكسجين. Via nasal cannula or non ريبريثر ماسك، يعني ممكن يحطوا له انابيب بالانف او ماسكات معينه. اديشنال ميديكيشن مي بي انديكيتد فور تريتمنت اوف، ممكن يعطوه ادويه زياده عشان اللي هم يعالجوا حاله النوزيا، الغثيان او القيء، التريمر، الرعشه، الانكزايتي. اوكي هاي كلها ادويه بيعطوها للمريض عشان تخف حالته او الاعراض اللي بيعاني منها. طبعا كتير مهم نحفظ هاي الأشياء اللي ذكرناها، إنه كيف أنا بعالج حالة التسمم بالكحول. يعطيكم العافية. البارت الثاني رح أكمل فيه الكرونيك الكهوليزم.